هدوء حذر يسود جانبي الحدود السورية التركية بعد موجة من العنف وإغلاق المعابر، وسؤال واحد يشغل الجميع: ماذا بعد؟ لأن ما بعد الأحداث الأخيرة في قيصر والشمال السوري قطعا لن يكون كما قبلها. فرغم حصول حوادث سابقة ومشابهة، يسود قلق بالغ من مآلات وأبعاد الصدع الخطير الذي لم يسبق وأن انكشف على هذا النحو كما يؤكد مراقبون. وفي حين تباينت ردود الفعل على الجانبين، لم يقدم أي طرف فكرة أو طرحا لما ستؤول إليه الأحداث في الشمال السوري. كذلك وضع اللاجئين في تركيا، ناشطون سوريون اعتبروا أن ما حصل في شمال سوريا من استهداف للوجود العسكري التركي عبارة عن ردة فعل على استهداف اللاجئين السوريين في قيصري. لكن وبحسب خبراء، فإن الشرخ الحاصل له أسباب أبعد من ذلك، إذ يرون أنه نتيجة طبيعية لحالة الفصائلية والفوضى الأمنية في الشمال السوري، ويضيفون إلى ذلك تهميش وغياب للتنمية والتمييز على حسب العرق وفقدان للأمل وغيرها من التحديات التي تواجه السوريين في تلك المنطقة. من ناحية أخرى، يرى المحللون السوريون أن الأحداث ترتبط بحالة الإحباط والخيبة من المواقف التركية الأخيرة بشأن التطبيع مع حكومة دمشق، ويضيفون أن كل ما سبق يدل على أن ما حصل في شمال سوريا غير مرتبط بأحداث قيصري، والتي ربما شكلت الشرارة التي أدت إلى انفجار الوضع. على الجانب الآخر من الحدود، ينظر محللون أتراك للأحداث في شمال سوريا من زاوية أنها غير مرتبطة مباشرة بما حصل في قيصري، ملخصين أسبابها بثلاثة جوانب. الأول هو تصريح أردوغان تجاه العلاقات العائلية مع بشار الأسد، ما أثار حفيظة السوريين كثيرا وأدى إلى شعورهم بالخيانة. ويرتبط الجانب الثاني بما وصفه المحللون الأتراك بإحباط السكان المحليين من الوضع الإداري في شمال غرب سوريا. أما الجانب الثالث والأخير وهو الأكثر تأثيرا من الناحية العملية، فيتعلق بالتحريض في شمال سوريا ضد تركيا وفقا لمحللين. خرجنا اليوم لنقف في وجه جميع أشكال المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد هذه الثورة المباركة. لن نسمح لهذه المخططات والمؤامرات أن تمر ولو على دمائنا. نقول لتركيا: بأي مكيال تكيلون؟ نقول لتركيا حكومة وشعبا: بأي حق تعتدون على الأعراض وترحلون الآمنين المهجرين من السوريين؟ بأي حق من الحقوق؟ نحمل كل ما يحدث هذا الفساد خلال هالسنوات الأخيرة للحكومة المؤقتة للائتلاف، تصدير شخصيات، تعويم شخصيات لدفع لبيع الثورة والمتاجرة بها، هذا أمر غير مقبول. نحن هذا الشيء كله اللي صار معنا انه تفاقمت الامور علينا بين مصالحات وبين ما في معارك وبين قتل السوريين بتركيا، وطالبنا فتح المعارك، فتح الجبهات، وانه بتركيا تهدى الوضع. يعني نحن ما بدنا ننجر ورا الفتنه، السوريين اللي هنيك يتركوهم بحالهم ونحن هون انتم بحالكم، ما بدنا شيء. يعني خرجنا في عفرين في مظاهرات البارحه نطالب فيها باستعاده قرار الثوره من مخابرات التركية وغيرها من الدول.